أما هلأ ليا خلينا ننتقل لأولى مساحاتنا الصباحية ورح نحكي فيها عن الذكاء العاطفي للأطفال. عادة نسمع عن الذكاء العاطفي للكبار، بس أهمية الذكاء العاطفي اليوم عند الأطفال وخصوصا الأطفال اللي عندهم صعوبات بالتعلم، قديش مهم اليوم كيف فينا نراعي بعض السلوكيات وممكن ينمي بعض المهارات عند الأطفال. نحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا الأخصائية الاجتماعية رندا علي دي. بيسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير رندا. صباح البرد اليوم عن جد كريسماس وراس سنه، بتحسي انه فعلا هالساعه. يسعد صباحك وينعاد عليك يا رب. عم نحكي عن الذكاء العاطفي، شو هو الذكاء العاطفي؟ هلا هو مجموعه مهارات ومجموعه سمات لازم يتمتع فيها الشخص بشكل عام، بغض النظر اذا الطفل ولا مراهق ولا راشد. هاي المهارات لازم تكون بتتعلق بشخصه هو كذات، كيف هو بيقدر يتقبل حاله، كيف يقدر يكون قدران يستوعب إمكانياته، كيف بيقدر يتعامل كمان مع نفسه وكيف بيتكيف معه، وبنفس الوقت كيف هو بيكون قادر يكون علاقات اجتماعية مع مع الآخرين. طيب خلينا نحكي عن كيف فينا نعزز الذكاء العاطفي عند الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم. نحن بنعرف الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم أساساً عندهم فينا نقول مهارات أخرى، يعني دائماً بتلاقيهم عندهم مشاكل ببعض القصص، بس بعض القصص هن يمكن عندهم مهارات أكثر من الأطفال الآخرين. كيف فينا نحن نستغل هاي النقطة من خلال الذكاء العاطفي ونقدر نشتغل فيها على سلوك الأطفال؟ تماماً. هلأ نحن ليش منركز دائماً بالأطفال خصوصي اللي في عندهم مشاكل معينة؟ نحن دائماً منركز منروح مناخد الشق الأكاديمي، دائماً كأهل منركز أو حتى ككادر تدريسي أو كشخص مشرف على هذا الطفل اللي عنده احتياج خصوصي بما يخص صعوبات التعلم، دائما نحن بنركز على الطفل انه ما بيعرف يقرا، ما بيعرف يكتب، في عنده مشاكل، بنغفل عن موضوع صحيح. الكيان النفسي تبعه او حتى علاقاته الاجتماعيه اللي هي صلب الذكاء العاطفي، اللي هو دائما كثير دراسات بتقول انه اطفال الصعوبات هن إن الذكاء العاطفي عندهم بيكون منخفض نتيجة للوضع الأكاديمي أو الصعوبة اللي هن بيعيشوها. لأن طبعاً تعرفي لما ببلش الطفل يكون في عنده تقصير معين بمادة أو خلل معين، فهو بيترافق معه سلوكيات، ممكن يكون خجول، ممكن يكون عدواني، ما بالك السلوكيات الأساسية اللي هي بتترافق مع أطفال صعوبات تعلم مثل الاندفاعية، دائماً اندفاعي، بتكون دائماً سلوكه سابق تفكيره. بس ما فينا نستغل هدول النقاط، يعني من خلال هدول القصص اللي عند أطفال صعوبات التعلم، مثلا هو أكثر حماس، أكثر اندفاعي، بتلاقي عنده فرط نشاط، أنا فيني مثلا أربط من خلال فعلا شخصيته أو سلوكه من خلال اندفاعه، يعني ألعب على الذكاء العاطفي من النقاط الأساسية اللي عنده إياها. تماما. هلا نحن هاي الخطة اللي نحن بنشتغل عليها بالخطة الخطط المرحلية للعلاج، نحن بنشتغل على هذا الشق تماما. ليش نحن بنقول ذكاء العاطفي بيكون منخفض؟ لأنه هو بيكون عنده اندفاعية، ولكن دائما هي بتتوجه بطريقة غلط، ما تكون موجهة بطريقة صحيحة. نفس الشيء لما بيكون في عنده بصير عنده نقص دافع. كيف يعني نقص دافع؟ يعني هو دائما أنا بدرس أكثر من كل رفقاتي، هي من الملاحظات نسمعها من الأطفال، بس أنا دائما تحصيلي العلمي قليل، أقل من رفقاتي، فبصير بيفقد هذا الدافع إنه طيب أنا ليه بدي أتعلم، أنا ليه بدي أقعد هذا الجهد كله. لهيك نحن هون بنشتغل بهذا الموضوع تماما لنرفع الذكاء العاطفي لحتى نوصله لطريقة معينة، لدرجة معينة، لحتى يكون تأثير فعال جدا بالمراحل العلاجية الأكاديمية اللي بتكون لاحقة للخطة العلاجية. رندا خلينا نحكي بنقطة، هل في حالات هي بتكون ما فيها شيء سليمة، سلوك 100% صحيح وسليم، ولكن في ظروف مرقت بحياة أي طفل صار عنده تقصير بالتعليم، تقصير بالذكاء العاطفي، تقصير بعدة أمور يمكن بتخص العلم والتدريس، في هيك حالات؟ وكيف هاي الحالة تعالج إذا يمكن فجأة صار معه هذا الاضطراب النفسي أثر على سلوكه؟ هلأ الذكاء العاطفي أساساً هو جزء من عدة ذكاءات.
هي دراسة نظرية الذكاءات المتعددة بتقول إنه ما في شخص ما عنده ذكاء، ولكن هو بيكون في عندهم درجات متفاوتة بالذكاء. ممكن يكون في مثلا ذكاء لغوي عنده مرتفع، ولكن الذكاء الذاتي أو الاجتماعي هو منخفض. فدائما هذا التفاوت بين الذكاءات، فنحن نقول انه دائما في عندي قاعده اساسيه، انا ما في عندي طفل عفوا غبي، كلياتنا اذكياء ولكن بدرجات متفاوته. طب في حالات انه بيكون كثير ذكي ولكن تماما بجانب معين ولا او ظرف معين؟ تماما. فهو انا هون بشتغل بكون في عندي نقاط قوه ونقاط ضعف. للاسف دائما مثل ما ذكرتي بسؤالك انه هي البيئه هي اللي بتلعب الدور الاساسي. نحن اول ما بدينا قلنا هي الذكاء هون بيروح مو هو للاي كيو او اللي نحن اخذناه وراثه، ولكن هو بيعتمد على المهارات اللي بيكتسبها الطفل وبتنضاف على استعداداته والامكانيات الاساسيه اللي هو عنده. كل شخص منا عنده ميول معين، عنده استعداد معين، او بتبلور وبيرتفع او هو بيتلاشى وبينخفض. فهذا طبعا اكيد تاثير للبيئه. هذا اللي بدي اسالك عنه. تماما. يعني قلتي جمله كثير مهمه، هي تاثير البيئه المحيطه للطفل، لانه نحن بنعرف الاطفال اللي بيتعرضوا لظروف صعبه او بيتعرضوا لعنف، في بعض الخلايا الدماغيه بتموت من خلال هيدا التعنيف. فالبيئه بتلعب دور، يا هي فيها فعلا تمد الطفل بطاقه وبتخليه يمر بهي المرحله، يا اما هي عكسيه. والمشكله يمكن ظروف، نحن دائما بنحط شماعة على الظروف، بس هي فعلا ظروف قاسيه وصعبه على الكل. فبتلاقي ما في عندك طوله بال مع الاهالي، دائما في يمكن خناق، في فشه خلق، بدل ما انا ركز على نقاط القوه بركز لا على نقاط الضعف عند الطفل، بقول ليك فلان ليك فلان. لا، مو بقول مثلا انت صحيح ضعيف بالرياضيات بس انت بالعلوم شاطر، فيني العب على هي القصص. البيئه قديش بتلعب دور، لانه اليوم تربيه الاطفال مسؤوليه كثير كبيره. يعني انت عم تحكي عن جيل بلن اصعب مهنه، اصعب شيء يعني دائما المسؤوليه دائما بيقول لك الحق على الاهل. لما تشوفي طفل ذكي اهله بيعرفوا يربوه، لما تشوفي الطفل في عنده مشاكل الحق على الاهل. فاليوم قديش البيئه بتلعب دور، ويمكن عم تعملوا دورات بخصوص هذا الموضوع كمان. ممكن اي حدا لو الاهل ممكن يعمل دورات حتى يتاهل نفسيا يقدر هو يواكب هي المشكله. تماما. هلا نحن هون هلا عم بيكون هذا التوجه باتجاه الاهل. دائما لما بيكون في عنا اي استشاره دائما نحن بيروح التركيز على الطفل. بتلاقي الاهل دائما عم بينقدوا طفلهم، او مثل ما قلتي عم بيذكروا بس النقاط الضعف اللي عندهم. انا بقول لهم مثل ما ذكرتي انه انا مو بالضروره يكون مثلا شاطر بالرياضيات ولا بالعلوم، ممكن كثير يكون مميز بالموسيقى، ممكن بالرسم. صحيح. ممكن برياضه معينه، خصوصي الاطفال اللي بيجي صعوبات تعلم تكون مترافقه مع فرط الحركه. فنحن بنقول لهم ليش ما توجهوا رياضيا، يعني ليه ما بيكون في توجه ليحس لنرجع للذكاء العاطفي الاساسي، ليحس بذاته انه انا قدران انجز. فهون انا بقدر بلش اشتغل على التوازن عند النفسي عند الطفل، لحتى يعرف انه فعلا انا عندي تقدير لذاتي، انا وعيان لنفسي انا شو امكانياتي، شو بقدر وشو ما بقدر، وبالتالي رح ابني علاقه اجتماعيه صحيحة مع الآخر. للأسف أول سوء بالعلاقة الاجتماعية بتظهر بين الطفل وأمه، اللي نحن دائما بنقول إنه آخذ وش على أمه، فهو دائما ما بيكون لا بيسمع كلمتها، بيكون السلوك دائما السيء بيكون مضاعف أكثر مع الأم. صحيح. هون أنا بتوجه عند الأم، أنا دائما بقول لهم بالخطوات الأولى قبل ما أبلش بالخطة العلاجية دائما بيكون الشغل مع الأم ومع التنشئة الأسرية. نحن في عنا هلأ حاليا شقين، جزء من الأهل بيروحوا بيكون أو دلال مفرط، وبيكون في كتير دعم للطفل، بيصير اعتمادية، بيصير الطفل بيعتمد بكل شيء على أهله، فبيروح هذا الدافع إنه أنا ليه بدي أتعلم، أنا كل شيء عندي. أو بيكون الجانب الثاني اللي هو بيكون القساوه تماما، كل شيء لا، كل شيء ما في نقاش، كل شيء عم تعمله غلط. فكمان هاد نتيجته أنا بقول لهم الزائد أخو الناقص، يعني هدول الاثنين بيعطوني دائما هذا الطفل أو الانسحابي الخجول أو العدواني. طبعا بيندرج تحتهم كثير السلوكيات، بس أنا بحب دائما يكون في هذا التوجه الأساسي أو هيك أو هيك. لهيك أنا بيكون الشغل التوجه إنه خلي الأم هي يكون عندها هالذكاء العاطفي العالي لحتى تقدر تماما تنقله لطفلها. بالتالي هو رح يكون في عنده مثل ما بنقول
البناء الأساسي لأنا علي أقدر أبني نضج انفعالي، بعده بيكون في عندي نضج تعلم قبل ما أفوت بالمراحل التعليمية سواء الأكاديمية أو ما قبل الأكاديمية. فكتير حلو أنه أنا أشتغل على هذا الموضوع بعمر بكير، يكون في هاي التوعية للأهل، خصوصي أنه هلأ بهالجو الاستهلاكي تماماً. فعم بيكون الأم أو الأب عندهم كذا شغل بنهار، ما عندهم وقت لطفلهم، فعم بيكون التعويض للأسف تعويض مادي أخرى صحيح. مو معنوي. فبتقلك أنا كتير بدلله كل يوم بجيب له لعبة، أنت ما مو هيك الدلال، مو هيك الاهتمام، الاهتمام تعطيه مسؤولياتي أنجزها إلك وإله وتكافئيه عليها بإن شاء الله لو بابتسامة أو تجمعي له مثلا نقط بجداول تعزيزية معينة، بآخر أسبوع ممكن ياخذ مكافأة كتير بسيطة. هذا اللي بيعطي تقدير الذات العالي، هذا اللي بيكون الخطوات الأولى لأنا أزرع هاي التربة الصح للذكاء العاطفي اللي دائما نحن أنه ذكاء عاطفي، فمعناته أنه بدي أعلمه كيف يحب. فأنا بعلمه كيف يحب له نفسه أول شيء، لازم يحب نفسه ويقتنع فيها. صحيحة. بما أنه عم نحكي عن اهتمام الأهل، خلينا نحكي رندا شوي عن فترة الأعياد الحالية. هلأ كتير من الأهل عم نشوف أنه مو قادرين يشتروا يمكن ألعاب تياب للعيد، ما عم يقدروا يعوضوا أولادهم بسبب الظروف الصعبية اللي عم نمرق فيها، ولكن كيف فيهم يعوضوهم هذا الطفل أو خلينا نقول الطفل اللي عم يصير مراهق؟ يمكن هي أصعب فترة، مستحيل يقتنع، رح يحس بالظلم، رح يقارن كثير كمان بينه وبين رفقاته وبينه وبين قرايبينه وبينه وبين جيرانه. خلينا نحكي اليوم قديش مهم الأهل أنه يتصرفوا بذكاء، شو التصرفات اللي لازم تكون؟ هلا سواء الطفل او المراهق او حتى نحن بهمنا الشعور بالحاله اكثر من الشغله نفسها. يعني انا بهمني كثير عيش هاله العيد والفرح فيها اكثر ما اني مثلا يكون عندي هديه كثير مثلا غاليه. فما بالك كيف الطفل اللي هو اساسا اذا بتعطيه مبلغ مادي او ممكن بالون فهو حيروح ياخذ البالون، فهو ما عنده القيمه عنده هي بالشيء اللي بيعطيه المتعه ومو بقد ايه سعره. فهون لما انا كمان لما بكون كاسره مثلا امكانياتي متواضعه لازم انا اعيش مع ابني حالات العيد. ممكن كثير انا يكون امكانياتي ضعيفه ما فيني اجيب له مثلا هديه، فما بقول له مثلا قل لي شو بدك، بعطيه احتمالات انا بقدر احقق له اياها، بقول له اختار واحده منهم. دائما نحن بنقول له انه ارسم لي شو بدك مثلا من بابا نويل، فهو بيرسم او سياره او بيرسم موبايل، وانا ممكن كأم ما اقدر اجيب له اياهم. فلا انا ممكن اعطيه رسمتين اقول له لو لي اي اللي بدك اياها، وانا اكون قدران اجيب له التنتين. لا وفيني اقول له بابا نويل كمان عم يمر بظروف خاصه. بابا نويل عندي يا حرام. هي هي التفاصيل اللي ممكن فينا نلعب بذكاء مع اطفالنا تماماً. اليوم من خلال يمكن شو بتزرعي ممتعة. صحيح بتزرعي بطفلك اليوم قديش فيك تحصديه، وعم نشوف يمكن هي ظروف قاسيه على الكل، بس انتم كمان بما انك اخصائيه اجتماعيه وبتتعاملي مع الاطفال بالروضه، في عندكم اطفال متفاوته، يعني فينا نحكي متفاوته بالذكاء حتى بالنمط المعيشي، لما نحكي كيف بيتم تدريجيا زرع هي التفاصيل او المبادئ والقيم مع الاهل؟ لانه احيانا حتى الأهل عندهم قيم ومبادئ مختلفة، في كثير من المشاكل أحياناً بزرعوها هي مش صحيحة عند الطفل، فكيف بيتم التخاطب معكم ومع الأهل لما تكونوا شايفين بعض هي المشاكل عند الطفل، وخصوصاً بالسنوات الأولى؟ لأنه السنوات الأولى هي الأساسية في تكوين شخصيته. فأنا بكسب طفلي من خلال الست سنوات الأولى إذا فعلاً قدرت أبدي معه صح. هلا هن بيقولوا لك بعده صغير ما بيفهم، هي مشكله. هو اكثر شخص بقول لهم انا دائما الطفل تحت الخمس سنين اكثر طفل قدران، اكثر شخص يقدر يمشي اللي بده يعرف اين تؤكل الكتف. تماما تماما. لان هو بيشتغل اساسا بيقولوا لك لعمر السنتين بيكون ذكاء العاطفي كثير عالي عند الطفل، يعني هو قدران تماما بيكسب المحيط، وبنفس الوقت هو بيكون عم ببلش يتكون وعاء
وعيه لذاته، فهو بيكون بدون شوائب، بيكون هو كتير نقي. صحيح. فدائما ودائما سبحان الله لما بيكون في عندك شيء او شخص او طفل انت مضطره انه تقدمي له خدمات وما بيقدر ياخذها غير منك، فدائما بيكون في علاقه كتير قويه معه. لهيك نحن دائما أنا مع الاجتماعات اللي الدورية اللي بتصير بشكل جماعي، ولكن نحن بنعرف منها أنه أنا إذا عندي مشكلة لا يمكن أطرقها قدام مجموعة بحكم الثقافة. تماما، يعني هي ثقافتنا بتجنبها، بقول ما في مشكلة. لا تماما. أو إذا أنا طرحت مثلا أو سألتك أنت عندك مشكلة، فكأم حتقلي لي أنه أو تسكتي أو تقلي لي لا أو بشوفك بعدين. فأنا كتير بشجع على الاجتماعات الفردية، دائما بحب ابني كمان ثقة. الجماعية بتعلم كيف بتكون الجماعية؟ بتكون بطرح موضوع عام، بعد ما بيقطع فترة شهر أو شهرين لنحنا نعرف الأطفال نتعود عليهم، صرنا بنعرف المشاكل الظاهرة اللي ممكن نحنا تماما، فنحنا بنطرحها بطريقة توعوية ضمن مجموعة بدون ما يكون في موجه أي شيء خاص. ولكن دائما حلو لما أنا أجيب أم هي باللاوعي عندها عرفانة ابنها عنده مشكلة، ولكن ما لا قدرانة تعترف فيها أو ما لا قدرانة تتعايش معها. فكتير حلو كشخص أنا خارجي اطلبها لاجتماع بطريقة لطيفة، واطرح لها المشكلة بطريقة لطيفة، وارجع انه انا لصفة بهذا الموضوع. هاي نقطة كتير مهمة لحتى انا ادعم الام، لحتى تقدر تتقبل فكرة انا اي حدا بقول له اذا انت مالك عرفان انه في مشكلة، اول سؤال مشكلتين مش مشكلة تماما واحدة. صحيح. انه انا اول سؤال بتسألي انه انت ليه جاي لعندي، انت شو المشكلة، شو مضايقك؟ نحن دائما بنسألها للام والاب انه شو المشاكل، لحتى شو اللي خلاكي، السلوك الاساسي اللي خلاكي تجي لعندي تقولي لي انا شو اعمل. هون نقطه البدايه. انا اذا مالي حاسه عندي مشكله فما في داعي، ما حاقتنع باي حدا ممكن يقول لي اي شيء. دائما نحن بنعلق اي شيء بيصير عندنا بالحياه على الظروف، يعني دراما كوين، نحن بنعيش هي الدراما. رح تقول لك ظروف صعبه، ما عم بقدر، تنسى في يعني تنسى المشكله تبع ابنها، تنسى في يمكن 100 عطب فيها بشخصيتها بحكيها مع ابنها، تنسى هذا الشيء وتتجه لان هي تحمل الظروف مسؤوليات، وهذا الشيء كثير عم نشوفه بالمجتمع. نحن للاسف دائما بندور انه مين السبب. المفروض نحن ما نشغل حالنا يعني بكل مشاكلنا، مو بس بما يخص الاطفال، انه انا ما بيصير انه مو ضروري اطلع مثلا مين السبب او على مين الحق. نحن خلص شفنا في مشكله، لازم اول سؤال بدل مين السبب انه شو نقطه البدايه. متى ما بلشت مثل ما بنقول نمسك طرف الخيط باي شيء، فدائما نحن حنقدر نوصل ولو كان هذا الطرف مو صحيح، ولكن رح يعطيني بتتابع معين لانه اقدر شوف المشكله وحلها. لهيك نحن دائما ما بيصير نسال انه مين السبب او على مين الحق، لانه دائما في تنافس مين السبب. تماما، حتى بالاسره بتلاقي انه مثلا بيقول لها الحق عليك، هي بتقول الحق ولا عليك حق اهلك. فهي الخلافات ابدا ما بتعطي منتج، بالعكس بتعطي نقاط ضعف للطفل الذكي اللي نحن قلنا عليه انه يعرف انا كيف استغل اهلي فيها واشغلهم عني بشيء انا خايف جربه او خايف اتحمل مسؤوليته. دائما الوقت معك ست رندا بيخلص بسرعه، ودائما في معلومه مفيده، واطفالنا يمكن اليوم امانه باعناقنا، ظروفنا قاسيه لكن بنحاول ضمن الامكانيات والظروف نقدر فعلا نوصلهم لبر الامان. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا كثير لك رندا، ويسعد صباحك وينعاد عليكي كمان. شكرا، ينعاد عليكي.